جينيرالمون في الجزائر او كالش في لافيني يعني كي تلحق في النهايه رقم دابا توجور دون لي بلاطوطاسيون الاهميه القصوى بالنسبه للدوشات بالنسبه للعمل الاخير فترينو دابا الانسان يكون في اموال عموميه اموال عموميه ما لازمش نتسامنو في دينار بالنسبه لمحضر الاستلام النهائي يكون تحفرات خلاص رفعت ولازم نخيروا مكاتب دراسات ومكاتب متابعه يقول ماشي حتى وين يكمل المشروع باش نجي لازم المتابعه انيه لازم المكاتب هذه لازم ريسبونسابيلتي ديروا فيها ولكن لازم فور ريسبونسابيلتي ديال مكاتب الدراسات والمكاتب المتابعه والمراقبه ما لازمش يكونوا نفسهم طبعا كادو كبير المؤسسة اللي عندها خبرة سابطة سابطة على بالي المؤسسة على جالد حنا نحبوا سابطة وكما نقولوا كل المؤسسات الوطنية تكون عندها هذه القدرة هذه باش تاخذ المشروع من أوله إلى آخره وتنتجوا بأحسن كما نقولوا المعايير التقنية الموجودة حاليا على بالخصوص عندنا مهندسين يعني والله شوف المهندسين اللي يتخرجوا كل عام التقنيين يتخرجوا كل عام يعني الناس راهم يتحكموا في اكبر وعدد التقنيات على مستوى البلاد يعني شفت في المره الاخيره الصالون الدولي للبناء والانشطه العموميه يعني حاجه رائعه مؤسسات وطنيه جزائريه على المستوى الوطني ماشي على المستوى الوطني يعني اللي حققت واحد الدرجه يعني راقيه جدا في بالنسبه للوسائل انجاز بالنسبه لاساليب الانتاج والانجاز كذلك يعني كل هذا لازم هذا الشيء هذا لازم دوك نحطوه في الميدان حتى بالنسبه لنقص التكلفه ما بقيناش هذيك في التكاليف تاع 10 ملايين كيلومتر ولا لا كاين بعض المواد اللي تستعملها اللي يعني اللي رايحه تنقص من التكاليف تنقص من التكاليف وكما قلت لك قبيله طريقه العمل 3 في 8 يعني ما كاينش سر في سرعه الانجاز الا هذه الطريقه هذه العمل الدائم كيما نقولوا اون كونتينيو 3 فوا 8 تسمح لك تخلق مناصب الشغل وتسمح بالسرعه في الانجاز وتسمح بالنسبه للمواطنين ومستعملي المرافق العموميه يعني باه يستلموا هذه المرافق في اقرب الاجال.